صار شيء كثير مهضوم من كم يوم. تينا عرضتني كتاب المفروض كنت ترد لها اياه اليوم، بقى حطيت الكتاب على الطاوله قرب ما اجي على ام تي في وتغلبطت جبت غير كتاب، فبنمزح جد فتحنا هلا كلب بوك كلب نحن هون صرنا عم نبدل حتى اذا بالغلط كتب. موضوعنا هو مع هالضيفين له علاقه بالكتب، مثل ما قلت لكم طلع القاضي اهلا وسهلا فيك، انت ناشطه ثقافيه واسستي ذا شلف كلوب، شريكك باسل ملاعب كمان اهلا وسهلا فيك. بيعتقدوا ومعهم حق انه ما في ناس ما بتحب تقرا، في ناس ما التقت بكتاب يناسبها او كتاب يعجبهم وهيك يفكروا بهالاسلوب الجديد لنشر المطالعه عبر الناس تلتقى on social media. اول شيء هاي اهلا وسهلا فيكم. لكن the عم ضل ضيع بين بوك وهذا the shelf club. مش انت الوحيد كل عالم فكرونا البوك هلا اذا كثير تكررت مفروض تعلق من الراس. اوكي على كل حال على فيسبوك انا هلا فتت على فيسبوك وشفت الكلب دغري بتلاقوه، لكن the shelf club فيكم تفوتوا تعملوا لايك. شو في على هالكلب؟ شو في على هالصفحه على فيسبوك؟ فيرست نقينا فيسبوك لانه العالم كثير عم بيصير في اكستشينج كثير قصص على على مواقع التواصل الاجتماعي بالذات هيدا الموقع، فقررنا نعمل نبلش ببيج قبل ما نعمل اي شيء ثاني. شو عم نعمل على البيج؟ عم نعمل اكستشينج مثل ما هو الوظيفه الاساسيه تبع هيدا الموقع. عم نعرض بوك ريفيوز او ملخصات صغيره عن الكتب اللي نحن قاريينها او اللي عالم بالكلوب قاريينهم، او حتى مرات عم ناخذ ريفيوز تطوع من ناس حابين يحكوا عن في كثير ناس بتحب تعطي رايها بالاشياء اللي بتقريها. مظبوط. عم نحب يكون كمان في ديسكشنز عن هالموضوع، الفكره انه يكون باراجراف صغير مش اكثر من 200 كلمه بيعطي شيء اذا بدك شخصي اكثر من اللي بيكون مكتوب على قفا الكتاب. انه كلنا بنلاقي سامري على قفا الكتاب بس ما بتكون بيرسونال او فيها ريفليكشن معينه. فنحن اللي عم نحضره يكون حدا قاريه، حدا عن جد عايش الكتاب، واللي بيقرا بيعرف شو يعني انه واحد مش عايش بس كتاب. كمان لما حدا بيبيعك شغله يعني اذا فتت على مكتبه انه رح تتوقعي تاخذي شيء او يعني ترويج للكتاب او اراء حدا دقه. هون بنعرف انه ارائنا نحن يعني ناس قاريين وناس فاتوا بالقصه بيقدروا يعطونا رايهم، فهيك بيتشجعوا الناس لكن ياخذوا هال في مصداقيه اكثر هالمصداقيه وهالافكار من اصدقاء او مش اصدقاء بس على القليل الناس من فيسبوك. ايمتى بلشتوا هالمبادره؟ اكشلي بسبتمبر طلعت الفكره. اوكي اوكي واشتغلنا شوي، اول ايفنت كانت بنوفمبر يعني تكنا ركلجنا شوي وجمعنا كابينت عن جد بيقدر يشتغل، ففيك تقول من نوفمبر. لكن بتشرين الثاني نوفمبر مزبوط. اللي صار انه صار في لقاء بين الاشخاص لانه مزبوط. مش كل شيء على الانترنت يعني أكيد. في كمان ناس عم تتجاوب وعم تتعاطى مع بعضها وتلتقوا بمكان ما كل واحد بيجيب كتابه معه. ايه مزبوط، في بنتلاقى بكافيه مثلا. alright. اوكي اول ايفنت كانت انه كل حدا يجيب كتاب معين أوكي. ويكتب فيه نوت. اوكي اوكي واكستشينج بوكس. اوكي ويتعرفوا العالم على بعض اكثر. نعم. وهيدي النوت بتخلي انه شيء بيرسونال، شيء ترك فيك اثر من الكتاب بتحب توصله للانسان اللي حياخده بعدك يعني. اوكي فبتقرب هيك النظر وجهات النظر. رح فوت شوي على الفيسبوك بيج لكن تبعيتكم ذا شلف كلوب على فيسبوك. عم شوف انه كل اسبوع مثلا في كتاب بتركزوا عليه، وكتاب الاسبوع هو A Million Little Pieces لجيمس فري، كتاب باللغه الانجليزيه، بيوتيفل بوك انا شخصيا قريب، لكن ب 200 كلمه بتحكوا عنه الى اخره، وبعدين الناس بتاخذ بهالاراء. مثلا انا اذا ماني قاري الكتاب وعبالي اقرا حدا بيعيرني اياه او بشتريه او كيف بيصير؟ لا فيك تحكي الكلوب عنه. اوكي نحن في يعني نحن من الاهداف انه نأمن البوكس يصيروا اكسسبل لكل أوكي. العالم يعني. واللغات كلهم؟ ايه عربي انجلش وفرنش. هلا مثلا انت قطع معك مليون ليتل بيسز حيكون في حكايات شرحهم شرح يطول بالعربي وبالفرنش. نعم. لافيلان يمكن لانه بنعمل ثيم وبيكون على اساس هذا الثيم في ثلاث كتب. قبل كان في عنا الثيم اللي قبل كان اكتيفيزم مرق سوبرمان عربي لجمانة حداد بالانجلش سوبرمان از ان عرب. مرق شو حطينا بالعربي؟
في كذا يعني كل مره بنعمل ليه لانه نحن بدنا نعمل هيدا النتورك اللي يكون فيها الكتب اللي بتحكي الدف كل الاذواق وكل العالم لهذا الشخص يلاقي هذا الكتاب اللي مضيعه اللي مش عارف شو هو اللي حيعلقه بالكتابه يعني انتوا ليش يعني ليه اطلقتوا هالمبادره نحن كنا نجتمع بالجامعه جروب يعني نقعد to share discussions and to share thoughts and ideas. Okay. بس كان دائما بالdiscussion في شيء إنه في هاي pleasure تبع thoughts منا satisfied بدك توصلها لأكتر عالم لأكتر عالم ممكن. فتالا هي طلعت بالفكرة بس كان دائما في هيدي الفكرة موجودة بس هي إنه she was the one who ignited. Okay. أنا حسيت أنه لأنه دائماً بركز على شيء اسمه حراك ثقافي لأنه بحس فيه نحن هلأ عم نمرق كتير بموجة تسطيح فكرة مش أنه تسطيح فكرة بس عم نركز على الأشياء اللي كتير خلص الجو وكيف ماشي الجو نحن عم نمشي فأنا حبيت أنه بتصور القراية هي أهم شيء بالثقافة يعني القراية المسرح كله الأشياء اللي ما بقى كتير موجودين كنت عم لاقي أنه نحن هول العشرة الموجودين بالجامعة أو الخمستاش أو العشرين لما نقعد نحكي بكتاب أو نحكي بموضوع الكل عم بيشارك معنا اللي بيقرأ أو ما بيقرأ فهول كمان مثل ما عم بيشاركونا بهالمناقشة أكيد كمان حيحبوا يقروا كتاب بهذا الموضوع فليه نحن ما منأمن لهم هذا الإكسبوجر ما منأمن لهم هذا التشانس أنه نقعد كلنا سوا نحكي بموضوع معين وقت أول إيفنت عن جد فكرة النوتس كانت كتير مهضومة يعني كل حدا أنت وقت عم تعطي شخص كتاب عم تعطيه إكسبيرينس اللي هو الكتاب حد يعني النوتس بتكتبوها بداخل مزبوط. مثلا هذا الكتاب هلأ هو مش لقلي مش هكتب عليه أنا مستقيله مثلا من حدا نكتب شيء مثلا شو حبيت بالكتاب او شو ما حبيت او ما ضروري يكون خاص بالكتاب اوكي فيك تكتب حيلا شيء يعني بيعني لك اوكي بس هيك تتقرب بين العالم اوكي انا الكتاب اللي اخذته بالايفنت طلع لي فيه مانترا كثير مهضومه يعني شيء لازم تدو ات ان لايف سمثينج ذات يو هاف تو تشينج ان يور سيلف اوكي سو اتس ريلي انترستينج كثير صار في اشياء مهضومه في ناس حطوا نكت لبعض يعني انه فيك تكون كرييتيف قد ما بدك وفي ناس يعني ناس ثانيين عم يعملوا بوك اكستشينج كوميونيتي اكستشينجز حكيونا لنعمل ايفنت سوا لندخل هاي التويست تبع الشلف كلوب اللي منا موجوده بال اذا بدك البوك اكستشينجز التراديشنال اللي عم بيصيروا ونحن كمان في شغله على البيج بنحط رايترز of the week usually منركز على رايترز صغار او يونغ او بعدهم جداد عم يكتبوا كتب جديده هون العالم usually ما بكون كثير مسلط الضوء عليهم يمكن العالم ما كثير بتعرفهم وعم يكتبوا شيء يمكن قريب منا يعني لانه وقت شاب يكتب كتاب غير ما وقت تقرا كلاسيك صار له كذا سنه اكيد الكلاسيكس حلوين واكيد لا ما في مشكله بالكلاسيك بس ناخذ نظره مختلفه كمان لحدا بنفس الوقت توريليت للشيء اللي عم يكتبه وكمان بنحط قصص مهضومه عن عالم كثير ادكتد للكتابه بنحط قصص بنصورهم بنحكي معهم كونفرسيشن صغيره وبنحط هالقصه المهضومه يعني في ناس عن جد بتمرق باشياء قد ما بتكون مهووسه بالكتابه قد ما عن جد حياتها بتكون كلها بتتمحور حول الكتب بيصير معهم اشياء مهضومه بالبوك ستورز وبالهيك فهيك خلي قصة القراية ما تكون كتير إنه موعظة لازم تقرأ والقراية مفيدة لا بنفرج إنه في certain experience بتمرق فيها لما تكون bookworm أحلى شيء يعني من الأحلى الأفكار اللي قلتوها وأنا عن جد مقتنع فيها كتير إنه في كتب يعني شو ما في واحد ما يحب القراية نرجع على هيدي الفكرة إنه ما في مليون كتاب إنه في كتب أسمك من هول أنا شخصياً قريهم بقلم الليلة وأنت نفس الشيء وأنت نفس الشيء لأنه لما حدا بيحب يقرأ ما بيعود يعني أنا شخصياً كتير صعب الشيل كتاب منه لما أكون خلص دخلت له بفضل وقف كل شيء وخلص كتابي فهيدي الاكتشاف والتسلية والمزح لما بتضحك لوحدك لأنه الكاتب كتب لك مسحة وأنت مزبوط. أكيد هول مواقف ما حدا بركي بيفهمها غير يلي قريه وكل واحد بيشعر فيها بشكل مختلف كتير حبيت المبادرة It's a very nice idea. بصور عندكم كتير شغل برأيي بعرف إنه هيدا عم تتسلوا فيها بس لأنه في كتير يعني دور النشر اللبنانية والكلوبز في كم كلوب صغار بيحبوا وبيشجعوا على المطالعة إذا بتقدروا تجتمعوا كلكم سوا وتخلوا الناس تلاقي كتب تسليها من كتاب طبخ لكتاب سيلف هيلب لكتب تولستوي لكتب الليتريتشر الفرنسوية القديمة للأشياء المودرن مثل الأشياء الجديدة فـ good luck و thank you very much نحن كمان عنا إيفنت إن شاء الله بأول فبروري إذا هلأ اللي بيعملنا لايك بيصير يعرف عنا أكتر و it's gonna be مثل ما كنت عم بتقول فيها كولابوريشن okay. مع كذا حدا تاني يعني دور نشر مكاتب مشان كل ما تكون أوسع واحد ما بده يترك الشغلة لحاله ونحن كمان من شلف كلوب جبنا لكم كتابين
نحن قاريينهم يعني نعم. لتولستوي ولرشيد دايف، واحد عربي واحد انجلش. اوكي. فبتمنى انه كمان العربي ينقرا مثل الانجليزي. انا كنت الان كنت عم اقول لك انه ايه عندي صعوبه اكثر اقرا باللغه العربيه الكتاب، يعني ما عندي مشكله بالجرايد وبالهيدا بس لك الجمله شو حابه سينج سمون ريد ا بوك يو لاف ما ادري لايك سينج ا بوك ريكومند ا بيرسون. اوكي. Seeing a book recommended بس إذا في الصورة تبع الكابينت لأنه نحن we're member of كذا يعني في كذا member غيرنا نحن باسل we're representatives عنا Arabic coordinator English coordinator كل اللغات PR everyone so عن جد without them ما كان الشغل بيكون مثل ما هو لكن the shelf club فوتوا على فيسبوك تاخدوا تفاصيل الميتينج اللي راح يصير بواحد شباط good luck رجعوا لعنا خبرونا شو صار وخبرونا إنه عم بيزيد الناس اللي بالكلب تبعكم نحن رح ننتقل للتيستينج ولكن قبل هيك فكرة عن النشاطات اللي عم بتصير بالبلد خليكم معنا.